والباقي بقى نسيت. طيب دي ايه دي يا شباب؟ تركيب تنقسم الى تو مين ديفيجن اكسترا بالمونري، يعني تعرف اكسترا بالمونري ماشي، دي انترا بالمونري برونكاي ماشي. لحد هنا انتوا خدتوا معاه الدكتور حازم ايه المره اللي فاتت. هنبدا من الانترا بالمونري برونكس تنقسم تعطينا الى مين ديفيجن حقتها بنسميه برونكيول، برونكيول تمام. والبرونكيول بتعطيني ايه؟ تيرمينال برونكيول، والتيرمينال برونكيول بتعطيني ريسبيراتوري برونكيول، والريسبيراتوري برونكيول بتعطيني الفولار داكت، والالفولار داكت بتعطيني الفولار ايه ساك والالفولاي. تعال نكتبهم كده ونشوف ايه الهيستولوجي حاجه كل واحده ايه فيهم، بس ايه للتذكره اخواننا اللي هم ايه الصحيين، احنا بنتكلم داخل ايه اللنج مش خارج ايه خارج اللنج. قلنا الانترا بالمنر برونكس تعطينا ايه؟ برونكيول. البرونكيول هتعطينا تيرمينال برونكيول، بعد كده ريسبيراتوري برونكيول، بعد كده هتعطينا الفولار داكت، بعد كده الفولار اي ساكس، بعد كده دي الفولار. انا بحبكم واحب السبوره بتاعتكم كده، تحس ان السبوره فيها خير. السبوره هناك يا ابويا قد كده، واحد يكتب برونكيول على مرتين يكتب شعر. طيب البرونكيولز ايه اللايننج ابسيليم حاجه البرونكيولز؟ سمبل كولامينر سليم سمبل كولامينر. خليك معايا ركز وانا هعطيك الحلبسه في الاخر، مش وحشتكم الحلبسه؟ سمبل كولامينر ايه سيليتد ابسيليم. في جوبلت ولا ما فيهاش؟ في جوبلت ولا ما فيهاش؟ نو جوبلت. بص كل ما تدخل داخل اللنج بيحصل حاجتين، الجوبلت تختفي والسيليا بتبدا تقل الى ان ايه تختفي ماشي. اخر مكان كان فيه الجوبلت سيلز الانترا بالمونري ايه برونكس تمام. كنا بنقول اللايننج ابسيليم للانترا بالمونري برونكس ايه هو؟ ريسبيراتوري ابسيليم اللي هو سيتو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ابسيليم ويز فيو جوبلت سيل تمام. لكن الفيو جوبلت سيلز اختفت نو جوبلت في الايه البرونكيول، دخلنا داخل البرونكيول نو جوبلت سيل تمام. في سيليا لسه في سيليا بس نو جوبلت سيل، لكن بدات تظهر خليه ثاني مع الابسيليم. الابسيليم دوت اسمه ايه؟ اسمه سمبل كولامينر. يعني ايه سمبل يا شباب؟ يعني طبقه واحده، يعني خليه واحده وشكل الخليه كولامينر وعليها سيليا، ده السمبل كولامينر ابسيليم، ده كده سمبل كولامينر ابسيليم. مع بدات تظهر خليه ثانيه بنسميها ايه؟ كلارا سيل ماشي كده. وهنقول كل الاشياء دي ايه بالتفاصيل، بس ايه خلينا ايه محبحضينا كده ايه واحده واحده تمام كده. طيب يبقى سمبل كولامينر سيليتد ابسيليم نو جوبلت وفي ايه كلارا تمام. طيب ده طبقه ايه اللي احنا بنسميها الميكوزا، في طبقه تحتها بنسميها الماسكولوزا. ايه هي الماسكولوزا؟ قال لك دي سيركولار ارينجد سموث ماسل، خلينا هنا عشان ما نروحش على التيرمينال برونكيو. سموث ماسل، سيركولار ارينجمنت ايه سموث ماسل تمام. وانا عايز اقول لك شيء في الاريا دي، كلنا نسمع عن برونكو دايليتيشن اند برونكو كونستريكشن صحيح ولا لا؟ نسمع ايه في الفارما يقول لك برونكو دايليتور هو مش عارف ايه دوت يعمل ايه برونكو كونستريكشن وايه الكلام الغريب ده اللي احنا كلنا بنكرهه بتاع الفارما ماشي؟ تمام كده؟ ايه هو البرونكو؟ منين بيجي برونكو كونستريكشن وبرونكو دايليتيشن؟ زي الفازو كونستريكشن والفازو دايليتيشن، منين بيجي؟ من المصل اللي هي في الاول. فالبرونكاي فيها ايه؟ فيها سموز ماسل، كلمه برونكاي لازم يكون فيها ايه سموز ماسل تمام كده. طيب هنا قلت لك سيركولار ارينجمنت ليه السموث ماسل. في الانترا بالمونري برونكس كانت كيف الارينجمنت السموث ماسل؟ انا عارف سبايرال تمام، سبايرالي ارينجمنت. ايه الفرق بين سبايرالي ارينجمنت والسيركولار ايه ارينجمنت؟
سبايرال ارنجمنت يعني ايه؟ كده شايفين السلك كده اسمه سبايرال، تمام؟ سيركولار بيبقى ايه كده، تمام؟ ايهما الاقوى؟ السيركولار، تمام؟ السيركولار دوت لو قفل هيقفل لك كل اليومين، اما السبايرال ده لو قفل هي ايه يعمل لك بارشيال ايه كلوجر، تمام كده؟ يبقى كلمه برونكيول حته خارج القصه عشان نربط السولج بس بالايه بالمواد الثانيه يعني بالفرع، ماشي؟ في سيركولار ارنجمنت للسموز ايه سموز ماسل، يبقى البرونكيول نفسها البرونكيول دي جايه من وين؟ جايه من وين؟ من الانترا بالمونري برونكس. اللايننج سيليم حاجتها سيمبل كولامينر سيليتد اي بي سيليم، في جوبلت ولا مفيش؟ مفيش جوبلت. في كلارا ولا مفيش؟ في كلارا، تمام. ماسكولوزا سيركولار ارنجمنت للسموز ماسل، فيها كارتليج بليت زي الانترا بالمونر برونكس، نو بليتس اللي هي الكارتليج بليت اللي كانت موجوده في الانترا بالمونر ايه برونكس، نو ميوكوسيرس جلاند، نو جلاندز، نو ليمفاتيك ايه فوليكل، تمام كده. البليتس والجلاندس والليمفاتيك فوليكل موجودات فقط في الانترا بالمونر برونكس عشان ما تحيرش روحك، تمام. لما تسمع ان في كارتليج بليت او ميوكوسيرس جلاند او الليمفاتيك فوليكل دي موجوده فقط في الانترا بالمونري ايه برونكس، تمام كده. طيب ماشي، البرونكيول انقسمت اعطتنا شيء اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تيرمينال برونكيول. ايه تيرمينال برونكيول؟ في ميكوزا لايننج اكسيليم سيمبل كيوبيكال، سيمبل كيوبيكال يعني ايه سيمبل كيوبيكال؟ يعني طبقه واحده من الكيوبيكال سيلز وسيليتد عليها سيليا، سيمبل كيوبيكال سيليتد. في جوبلت ولا مفيش؟ في جوبلت ولا مفيش؟ مفيش جوبلت، هي اختفت خلاص الجوبلت، مفيش جوبلت، نو جوبلت. في كلارا ولا مفيش؟ في كلارا سيل، ويز كلارا ايه؟ سيل، تمام كده؟ طيب الماسكولوز قال لك نفسهم، نفس دول هجيبهم هنا، تمام؟ نفس دول، ماشي؟ في سيركولار ارنجمنت للسموث ماسل، نو كارتليج بليت، نو ميوكاس جلاند، نو ليمفاتيك ايه فوليكل، تمام. انا بقولهم لك بايه النظام التراديشنال بشرحهم كده، لكن بعد كده ايه هعطيك الحلبسه هتلاقي الامور ايه سيبه خالص، ماشي. طيب السبايراتور بلونكيول اللايننج اكسيليم حاجتها سيمبل كيوبيكال، سيمبل كيوبيكال سيليتد، في كلارا ولا مفيش؟ في كلارا. في جوبلت ولا مفيش؟ نو جوبلت. السيركولار ارنجمنت للسموز ماسل في الريسبيراتور برونكيول بتبدا تقل، يعني ايه تقل؟ يعني هنا كانوا 10 طبقات، هنا لسه 10 زي ما هم في التيرمينال برونكيول، هنا هيبقى 5 طبقات، يعني الطبقات هتقل ديكريز السيركولار سموز ماسل، هتقل في الايه الكميه، وتبدا تظهر الاستيك فايبر معها، الاستيك فايبر. ماشي كده يا اخواني؟ ماشي، تبدا تظهر ايه الالاستيك ايه فايبر. طيب دي الريسبيراتوري ايه برونكيول. طيب الالفولاي، الالفولاي لايننج ابسيليم سيمبل كيوبيكال ابسيليم اللي هي كده، في سيليا؟ نو سيليا. في كلارا؟ نو كلارا. في جوبلت؟ نو جوبلت، ماشي. في سيركولار ارنجمنت سموث ماسل، في سيركولار ارنجمنت اقول لك ده سيل سموث ماسل، تمام كده. الالفولار ساك دي عباره عن كوليكشن من الالفولاي، الفولاي كده جنب بعض، الفولاي ايه كده، كل دوت تجمع الالفولاي بنسميها الفولار ايه ساك، تمام. ما فيهوش ايه سموز ماسل، نو سموز ايه ماسل، تمام. وبالتالي هنا برضو ايه نو كارتلج بليت، نو بليتس، نو جلاند، نو ليمفاتيك. يا مرحبا بيك يا مرحبا. هنا برضو نو ايه بليتس، نو جلاند، نو ليمفاتيك. شوف انتوا نفس الحاله اللي عدت عليا هناك بالظبط، اما كتبناهم كده كله سكت والدنيا ضلمت مره واحده، صح؟ صعبه ان انت تحفظهم، ممكن يدخلوا في بعض، ماشي؟ عشان ما تدخلوش في بعض تعالى نعمل ايه حلبسه، ماشي؟ كلمه برونكيول تبدا بحرف الايه يا شباب؟ تبدا بحرف ايه؟ بي. بعد البي في ايه في حروف الانجليزي؟ سي. بص كلمه برونكيول فيها 4 سي، 4 سي. كلمه برونكيول لما تشوف كلمه برونكيولز افتكر ان البرونكيولز دي معاها 4 سي. اول سي منهم ان الابسيليم ايه؟ كولامينر او كيوبيكال، يبقى ده سي.
ماشي. تاني سي منه ان فيها سيليا، اي برونكيول بص فيها سيليا، دي فيها سيليا اهي، في سيليتد 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 تمام. اي برونكيول فيها ايه؟ سيليا، ماشي كده يا عماد؟ فيها سيليا ماشي تمام. رابع سي ان فيها سيركولار ارينجمنت للسموس ماسل، بص كلهم فيهم سموس ماسل، سيركولار ارينجمنت سيركولار ارينجمنت للسموس ماسل سيركولار اي ارينجمنت للسموس ماسل تمام. يبقى اي كلمه برونكيول فيها 4 سي اللي هو لايننج بسيليوم، كلها من الابسيليوم في البرونكيول نفسها، البرونكيول برونكيول نفسها كلها من الابسيليوم، لكن لما اضيف على كلمه برونكيول كلمه اخرى تاني اقول لك تيرمينال برونكيول، ضفت كلمه على البرونكيول تيرمينال، او اضيف كلمه تاني زي ريسبيراتوري برونكيول يبقى اللايننج بسيليوم كيوبيكال ماشي. يبقى في المين برونكيول اللي هي برونكيول بس من غير كلام تاني تيرمينال او ريسبيراتوري جنبها، ده سيمبل كلها من الابسيليوم. يلا سيليتد ولا نان سيليتد؟ سيليتد. في كلارا ولا ما فيش كلارا؟ في سيركولار ارينجمنت للسموس ماسل ولا لا ما فيش؟ بس كده. في الريسبيراتوري او تيرمينال برونكيول اللايننج ابسيليوم حاطين 4 سي، كيوبيكال سيمبل كيوبيكال، في سيليتد في كلارا ثالث سي، في سيركولار ارينجمنت للسموس ماسل ال 4 سي، الريسبيراتوري برونكيول 4 سي سيمبل كيوبيكال اول سي هي كيوبيكال، سيليتد ثاني سي، في كلارا ثالث سي، في سيركولار ارينجمنت للسموس ماسل. دايما في البرونكيول افتكر ان في كلارا سيل تمام، الكلارا سيل مش موجوده فقط الا في البي بي مع السي تمام، سي بي بي سي تمام. الكلارا مش موجوده في الانترابلمونري، مش موجوده في التراكيه، مش موجوده في الاكسترا بلمونري يا معمار، مش موجوده في الالفولار داك، مش موجوده في الالفولار ساك، موجوده فقط في البرونكيول. الكلارا موجوده وين يا شباب؟ برونكيول. موجوده وين؟ برونكيول. حسسوني ان انا بشرح للرجال. موجودة وين الكلارا؟ موجودة في البرونكيول تمام؟ كلمة برونكيول الخلية عليها سيليا تمام؟ بس تبدأ السيليا ايه تقل؟ يعني نيجي عند الريسبيراتوري ايه؟ برونكيول اقول لك دي فيو سيليا تمام كده؟ طبعا كلهم مفهومش جوبلت سيل، لان اخر مكان كانت فيه الجوبلت سيلز اللي هو ايه؟ انترا بالمونري برونكس، اخر مكان كانت فيه الجوبلت سيلز الانترا بالمونري ايه برونكس. طبعا كلهم مفهومش كارتليج بليت ولا ميوكوسيرس جلاند ولا ايه لمفاتيك فوليكل، صحيح ولا لا؟ تمام كلهم مفهومش ايه ميوكوسيرس جلاند، مفهومش كارتليج بليت، ايه هم كلهم؟ البرونكيول فيها كارتليج بليت، اقول لك نو كارتليج بليت، نو ميوكوسيرس جلاند، نو ليمفاتيك فوليكل، التيرمينال برونكيول، نو كارتليج بليت، نو ليمفاتيك فوليكل، نو ميوكس سيرس جلاند، ريسبيراتوري برونكيول، نو كارتليج بليت، نو ليمفاتيك فوليكل، نو ميوكوسيرس جلاند، تمام؟ مش عارف كلهم كده ما فهمش، آخر مكان كانت فيه الكارتليج بليت والميوكوسيرس جلاند والليمفاتيك فوليكل اللي هو إيه؟ الإنترا بالمونري إيه برونكس، يبقى الإنترا بالمونري برونكس المكان الوحيد اللي في اللنج اللي فيه الكارتليج بليت والميوكوسيرس جلاند والليمفاتيك فوليكل، المكان الوحيد اللي فيه البرونكيال تري يعني داخل اللنج اللي فيه الجوبلت اي سيلز. خلصنا كده من القصه دي تمام. تعال نشوف ايه كلارا سيل اللي بدات تظهر ومين هي كلارا. قال لك كلارا سيل دي واحده ست عالمه عالمه عالمه، انتوا عارفين عالمه يعني ايه؟ طبعا عالمه عالمه يعني في الطب ماشي. اكتشفت ان في، مش احنا قلنا الخلايا بتاعت الايه البرونكس عشان احنا تعرف ان احنا بنقرا وما بنعديش الكلام على دماغنا خالص. هي قالت ايه جمال بخات؟ قال لك ان ايه البرونكيول، هي قالت كده تمام، كانت صديقه يعني، قالت ان البرونكيول كل الخلايا فيها ايه سيليا، صحيح؟ راحت هي اكتشفت خليه موجوده في الابسيليوم ما عليهاش ايه سيليا، خليه موجوده شكلها دوم شيبت. يعني ايه دوم شيبت؟ يعني شكل الطبله دوم شيب، يعني شكل الطبلة تمام. افتكر انا قلت لك هي عالمة ودي شكل الطبلة، عارفين الطبلة؟ عارفين الطبلة ماشي، وهي عالمة. فاكتشفت ان ايه في دوم شيب نيوكلس موجودة في الابسيليوم دوت تمام، اللي هو فين؟ موجودة في البرونكيول تمام، ومعلهاش ايه سيليا، اقول لك سيليا فري تمام، الابيكال سيرفيس ايه سيليا فري، وداخل السيتوبلازم في الابيكال بارت في سموث اندوبلازميك ريتيكولا. الابيكال بارت هنا في سموث اندوبلازميك ريتيكولا تمام، وهنا في رف اندوبلازميك ريتيكولا بيسل تمام، وفيها جلايكوجين جرانيولز
تمام. الخلية دي اسمها ايه يا شباب؟ كلارا سيل. كلارا سيل ايه فايدة الكلارا سيل؟ قالك الكلارا سيل بتفرز مادة اسمها ايه؟ سيرفاكتنت. عارفين السيرفاكتنت؟ عارفين السيرفاكتنت؟ السيرفاكتنت دي مادة من الفسفوليبيد بتسوي لايننج داخل الالفلاي عشان تمنع اللنج ايه كولابس. اشتري بالونة كده، اشتري بالونة كده بخمسة ريال، بالونة غالية يعني بخمسة ريال، هتلاقيها ايه فيها زيت كده من الداخل. ليه الزيت دوت؟ عشان انت لما تنفخها تتنفخ بسهولة، تمام، ولما تيجي تنزل الهواء او تفش الهواء اللي فيها وتخرج الهواء ما تلزقش على بعض. اشتري اللي هي البالونه اللي هي 5 ايه بريال، خمس وحدات حبات يعني بريال، هتلاقي ايه لما تفشها تروح لازقه في بعض تتقطع. تمام، ليه اتقطعت؟ لان ما فيهاش فسفوليبيد. فعشان ما يحصلش كده داخل الالفلاي ربنا جعل فيه خليه بتطلع ماده دهنيه اسمها كلارا سيل، بتطلع ماده سيرفاكتن تسوي لايننج ليه الالفلاي عشان تمنع ايه اوفر ديستيشن، وفي نفس ذات اللحظه ايوه كده في نفس ذات اللحظه تمنع ايه الكولابس. تمام كده، يبقى قلنا الخليه دي بتفرز ايه السيرفاكتن. الخليه دي بتشتغل ستيم سيل. يعني ستيم سيل يعني تجدد نفسها وتجدد الخلايا ايه اللي بجوارها، وهناخد فيما بعد ان شاء الله يعني هتجدد الايه الالفلر ايه ابسيليوم، يبقى بتشتغل ايه ستيم سيل. تمام، بتشتغل ايه تاني؟ قالك بتطلع مواد بتعاكس عمل البروتيزس انزيمز. البروتيزس انزيمز دي بتكسر الالاستيك فايبر ودي البروتين الموجود داخل الالفلاي، فتعمل انفيزيما، فهي اي اكتا جينس ايه انفيزيما باي ريليسنج ايه بروتيزس او ايه سبستانس اكتا جينس ايه بروتيز. ماشي عبقريين، ومالك يا ابني في ايه جو حر ولا بس؟ طيب ماشي، اكتا جينس ايه بروتيزس. تمام، بتطلع ايه الماده بتعمل ايه بتكسر التو ايه الهارمفول ايه سبستانس. تلاقي ايه صديقك تمام عماله يشرب ايه سجاير اشكال وانواع، وجايب ايه شيشه عماله ايه شيش، تمام، وانت يا عيني مش مدخن وقاعد جنب غصب عنك ايه معاه في السكن او في الاستراحه، فتلاقي كل الدخان ده داخل على ايه الرئتين، فهي تطلع سبستانس اكت اجينست الهارمفول ايه سبستانس. يبقى انا عايز ايه سمري كده، هقول لك الكلارا سيل موجوده وين؟ موجوده وين؟ في برونكيول. الكلارا سيل شكلها دوم شيب، دوم شيب يعني زي شكل الطبلة. تمام، اكتشفتها عالمة وهي شكل الطبلة. تمام، اسمها ايه كلارا سيل، وكلارا سيل ده ايه اسم واحدة ألمانية يعني نمساوية او مش فاكرة لها بتاعت ايه في النمسا او ألمانيا حاجة زي كده. ماشي، دي ليها برود ايبكس، برود ايبكس ونارو بيز، وفيها ايبيكال سموث اندوبلازميك ريتيكولم. السموث اندوبلازميك ريتيكولم موجود وين؟ في الكلارا سيل، في الايبيكال بارت اوف ذا كلارا سيل. موجود وين يا خالد؟ اصحى يا خالد. السموث اندوبلازميك ريتيكولم موجود وين من الكلارا سيل؟ عشان المحاضره خلصت وما فاتش 10 دقايق من المحاضره. في الايبيكال بارت اوف كلارا سيل. السموث اندوبلازميك ريتيكولم موجود وين من الكلارا سيل؟ موجود وين؟ ايبيكال بارت اوف ايه كلارا سيل. والرف اندوبلازميك ريتيكولم موجود ايه بيزل، فيها جرانيول ايه جرانيول، والايبيكال بارت سيليا فري يعني ما فيهوش ايه سيليا. تمام كده، تبقى ايه سيرف الوظيفه حقتها ثلاث اشياء، بتفرز السيرفاكتن، بي تشتغل السيم سيل بتديني الخلايا الثانيه، بي تطلع ايه مواد اكتا اجينس ايه بروتيزس. تمام، وتكسر ايه الهارمفول ايه سبستانس او التوكسيك ايه سبستانس دي الكلارا سيل. ارجع الخص لك اقول لك الانترابلمونر برونكس دي المكان الوحيد من البرونكيال تري داخل اللنج اللي فيه جوبلت سيل، المكان الوحيد اللي فيه كارتريج بليت وميوكوسيرس جلاند وفيه الليمفاتيك فوليكل. تمام، الايه الانترابلمونر برونكس بيعطيني برونكيول. تمام، والبرونكيول يا اخويا افتكر فيها 4 سي، اول سي ان هي فيها ايه كيوبيكال او كلامينر ابسيليوم. لو هي برونكيول بس من غير كلمه تتكتب هنا يبقى ده سيمبل كلامينر ابسيليوم، اول سي سيمبل كلامينر ابسيليوم. سيليات الثاني سي، في كلارا سيل ثاني سي، في سيركولار ارينجمنت ليه سموث ماسل رابع سي. تمام، امال السبايرال ارينجمنت ليه سموث ماسل موجود وين؟ موجود بالانترا بالمونري ايه برونكس. ماشي، طيب حلو الكلام. طيب لو لقيت كلمه ثاني تحت او جنب كلمه برونكيول، تمام، هقول لك ده كيوبيكال ابسيليوم،
تمام كيوبيكال ايبسيليوم سيليتد ولا نون سيليتد سيليتد ايبسيليوم في كلارا ولا ما فيهوش في كلارا سيل في سيركولار ارينجمنت للسموز ماسل ولا في سيركولار ارينجمنت للسموز ماسل اي برونكيول فيها جوبلت ولا ما فيهاش جوبلت فيها جوبلت ولا ما فيهاش احمد فيها جوبلت ولا ما فيهاش متاكد متاكد طيب ماشي فيها كلارا ولا ما فيهاش والسموز اندوبلازم كريتيكولار موجود وين بالكلارا سيل موجود وين ايه بكال موجود وين يا مصطفى جابر جابر ايه بكال يبقى احنا كده خدنا ايه البرونكيول ونروح للالفلر داكت شوف هي ايه ما فيهاش بي الالفلر داكت ما فيهاش بي صحيح تمام هتلاقي في سيمبل كيوبيكال ايبسيليوم سيليتد ولا مش سيليتد نون سيليتد ما فيهوش كلارا تمام وفي سيركولار ارينجمنت ليه السموز ماسل سيمي سين سموز ايه ماسل تمام كده تمام وسيمبل كيوبيكال ايه ايبسيليوم وطبعا ما فيهوش جوبلت سيل تمام ومفيش الكارتليج بليت ولا الليمفاتيك فوليكل ولا ايه الايه ميوكوسيلس جلاند ولا الكلام الفاضي ده خلاص نمسحهم نمسحهم امسح ايه امسح طب يلا يلا بسرعه اهو طيب الالفولار ساك دي عباره عن كوليكشن من الالفولاي ماشي بيفتحوا في كومن سبيس عارفين كومن كومن بتاع المانيا تمام في اي سبيس دي بتفتح في كومن سبيس ماشي ده بنسميه الالفولار ساك والساك دوت اللي هي الحته دي قصدي دي تمام مفيش ايه سموز ايه ماسل تعال ناخد الالفولاي اللي هي ايه اللي هي بيحصل فيها الجاز اكسشينج اللي هي الالفولاي دي الالفولاي دي عباره عن ايه عباره عن اكياس هوائيه تمام separated from each other by inter alveolar space يعني ده سبيس اسمه انتر انتر يعني ما بين انتر يعني ما بين alveolar يعني الالفولاي تمام سبيس او السبيس دوت بنسموه الانترستيشيال اللي هو بيحصل فيه انترستيشيال فايبروسس والكلام دوت اللي هو ايه تاخده بتاع ايه الباثولوجي بيحصل فيه انتر فيلس ايه انتر alveolar في ايه سبيس الالفولاي تو الفولاي فاتحين على بعض ببور بور اسمها بور اوف خان عارفين الدكتور يوسف خان ايوه لا مش هو بس اللي اكتشف هو خان بس بور اوف خان ماشي البور اوف خان دي بتعمل ايكولايزيشن للبريشر بتوين تو ايه ادجيسنت الفولاي عشان ما فيش واحده حصل لها ايه كولابس او واحده ايه ترابشر والثانيه ايه تفضل ايه سليمه تخلي البريشر ايه ايكوال ان ايه بوس الفولاي تمام كده طيب ايه اللايننج ابسيليوم حقه الالفولاي الالفولاي الخط اللي انا رسمه دوت عباره عن ايه قال لك الخط اللي انا رسمه عباره عن سيل في سيلز زائد بيزمنت ميمبرين في سيلز هنا زائد بيزمنت ميمبرين ماشي وتحت البيزمنت ميمبرين هنا في ايه في بيزمنت ميمبرين حقه ايه حقه البلاد ايه فيزز زائد الاندوثيليال ايه سيلز تعال نقولهم تعال نمسح دول كده الاول ونقول دول كده ايه بالتفاصيل طيب ايه اللايننج ابسيليوم حاجه الالفولاي قال لك الالفولاي دي هنا لو في 100 خليه داخل الالفولاي اللي هو كلمه سيلز دول هحصل 97% منهم خليه اسمها ايه سكويموس ايه سيل الاقي خليه سكويموس سيل دي بتشكل 97% تمام من الخلايا الموجوده في الالفولاي تمام وطبقا لبخات رول اللي احنا خدناه زمان ينطبق على اي شيء في الهيستولوجي القانون اللي انا اكتشفته في علم الهيستولوجي تمام اي شيء كتير في العدد يبقى الحجم بتاعه ايه سمول في السايز يبقى دي ايه نيومرس هنكتب له كده نيومرس 97% كتيره صح كتيره ولا قليله كتير تمام يبقى دي ايه سمول في السايز كيف سمول في السايز قال لك ان السايز حقتها فلات الفلات سيلز يا اخواني دي اصغر خليه في علم الهيستولوجي اللي هي فلات سكويموس اي سيل تمام يبقى فلات سكويموس سيل وفلات سكويموس اي نيوكليس او فلات اي نيوكليس سوري فلات اي نيوكليس يبقى فلات سكويموس سيل اند فلات اي نيوكليس داخل الخليه يا عبد السلام عبد السلام يا عبد عزيز داخل الخليه عبد عزيز دخل في عبد السلام والدنيا سالك سؤال معلش هو الجو حر ولا برد لا الجو عادي دافئ الجو والله كان برد الصبح دلوقتي حر
مش عارف تحس بعد شوية تلاقيه برد، بعد كده مطر، بعد كده رعد، بعد كده حر، بعد كده غبار، بعد كده تراب، بعد كده حر، بعد كده بتاع. يبقى الواحد ايه حاطط ايه هدوم صيفي وهدوم شتوي جنب منه، حر يروح لابس ايه صيفي، وبرد يروح لابس ايه شتوي. فده فلات سكويموس سيلز ويز فلات ايه نيوكليس، تمام. طب السيتوبلازم حقتها، السيتوبلازم حقتها في سموث اندوبلازم كريتيكولم ورف اندوبلازم كريتيكولم وفيها ميتوكوندريا، ويبقى حوالين ايه النيوكليس. حوالين النيوكليس ليه السيل اورجانيز؟ علشان يسيب السيتوبلازم هنا فاضي. السيتوبلازم يبقى فاضي ليه؟ علشان الخليه دي هي بتاعه الجاز ديفيوجن او اكستشينج، هي بتاعه الجاز اكستشينج، تمام. عشان كده ايه، عشان كده سموها تايب 1. تايب 1 يبقى تايب 1 ليه؟ لان دي بتاعه الجاز اكستشينج، دي الوظيفه الاساسيه بتاعه اللنج، تمام. لان الالفولاي هي الفانكشنال والستراكشرال يونت اوف ذا لنج. ايه هي الايه الفانكشن اوف ذا لنج؟ الجاز اكستشينج. ايه الخليه الخاصه بالجاز اكستشينج؟ التايب 1 سكويموس اي سيل، بيسموها تايب 1 ايه الفولار سيل او نيوموسايت، تايب 1 نيوموسايت، ماشي. ايه هو الجاز اكستشينج وكيف بيتم؟ قال لك الخليه دي فيها بينوسايتوتيك فيزيكلز، فيها فيزيكل تبدا من الفيز دوت لحد الفيز دوت، فيزيكل كده. فاي ما انت تروح داخله من خلال الفيزيكل كده وتمشي تروح ايه داخله ايه الالفولاي، فيها بينوسايتوتيك ايه فيزيكل، تمام كده. الفيزيكلز دي بتعمل الجاز اكستشينج، وفي نفس ذات اللحظه بتكسر ايه السيرفاكتنت، بتكسر ايه السيرفاكتنت، تمام كده. طيب كيف بتعمل الخليه دي الجاز اكستشينج؟ اولا الخليه دي نايمه على بيزمنت ميمبرين، اي ابسيليوم لازم يكون له بيزمنت ميمبرين، ده بيزمنت ميمبرين، يبقى ده اسمه تايب 1 نيوموسايت او تايب 1 الفولار سيل، تمام. ده البيزمنت ميمبرين حقتها يا ابو عزيز، ماشي. تحتها هي بتاخد الاكسجين منين؟ بتاخد الاكسجين منين؟ بتاخد الاكسجين منين؟ بتاخد الاكسجين منين بتوع المدارس المتعلمين؟ بلاد كابيلاريز، ماشي. في بلاد كابيلاريز هنا ايه اندوثيليال سيلز، ماشي. ودي البيزمنت ميمبرين حقه الايه الاندوثيليال ايه سيلز، تمام كده. ده الاندوثيليال سيلز، ماشي. وهنا البلاد، ماشي. البلاد اللي هو فيه الاكسجين، الاكسجين، ماشي. فيروح جاي ايه ماشي كده، يطلع كده ويعدي على الاندوثيليال سيلز، يعدي على البيزمنت ميمبرين اوف اندوثيليال سيلز، بعد كده البيزمنت ميمبرين اوف الفولار سيل، بعد كده الالفولار سيلز، بعد كده يدخل الاكسجين هنا داخل ايه الالفولاي، وكذلك الكربون دايوكسيد، ها يطلع ايه كده، ماشي ماشي يا شباب، واضح. فالاريا دي بيسموها ايه بلاد اير بارير، بارير. ايه هو البلاد اير بارير؟ يعني المنطقه التي يمر خلالها ايه الجازس اللي هو الاكسجين والكربون دايوكسيد. ايه المنطقه دي؟ التايب 1 نيوموسايت او بيسموها سكويموس الفولار سيل، البيزمنت ميمبرين حاجه السكويموس الفولار سيل، البيزمنت ميمبرين حاجه الاندوثيليال سيلز زائد ايه الاندوثيليال سيلز. لاحظ الاتي، اصغر ابسيليوم عندنا في علم الهيستولوجي اللي هو الايه سكويموس سيل، تمام. والبلاد ده بلاد وفي بلازما وفي ار بي سيز وفي وان بلاد سيلز والكلام ده، فممكن البلاد اللي هنا البلاد دوت يمشي ويروح معدي الحاجز دوت ويجي هنا. لو حصل ان البلاد داخل الالفولاي اللي يحصل لك، لو البلاد داخل الالفولاي احصل لك بالمونري ايديما، هتغرق، هتموت غرقان وانت ايه بعيد عن ما شفتش بحر يعني، تمام. هتغرق لان الفلو لو البلازما دي دخلت في الالفولاي، الالفولاي الشيء الوحيد اللي ايه مسموح يكون داخلها اللي هو الاير الهواء. لو دخل فيها بلازما، لو دخل فيها فلويد، ماشي، هتموت هتغرق. فحكمة ربنا عشان يمنع الكلام دوت عمل ايه؟ خلى التايب 1 نيوموسايت اتاتشد مع بعض ب ديسموزوم وتايب جانكشنز متحدين مع بعض، مفيش سبيس ما بينهم خالص، لا يمر من خلالهم اي شيء بتاتا. ليه؟ لان في ديسموزوم، ديسموزوم زائد تايب جانكشن لازقين في بعض لازقه ايه بغيرها يعني، تمام. والاندوثيليال سيلز دي كونتينوس، كونتينوس اندوثيليال ايه سيلز، ماشي. عشان ايه مش فيستريتد، لو فيستريتد كده الايه الفلويد هيعدي ما بينها، لكن هي كونتينوس اندوثيليال سيلز
and a type 1 pneumocyte attached مع بعض ب type A junction and desmosome. طيب تعال ناخد الخلية الثانية. انا قلت لك ان الخلايا الموجودة هنا 97% منهم اسمها type 1 pneumocyte او squamous alveolar A cell. طيب الخلية الثانية اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ type 2 اكيد type 2 pneumocyte. ماشي كم بالمية؟ كم بالمية؟ بكلمك كم بالمية؟ ثلاثة. حاول الله كنت لك وانا انا قليل في نظر انا مش بك... انا بكلمكم انتوا كلكم كده على بعض ولا بكلم نواف مثلا وانا بكلم بكلمك وانت عليا يعني انت ما تكلمني تقول لي 3 بالمية قول لي 2 بالمية قول لي 1 واللي ما اعرفش بس انت ما تتكلم ابقى في تفاعل اصحح لك واكرر لك واقول لك وبتاع هتفهم اكتر. واصحى يا خالد خالد احنا نقول لك يا جدعان خليكم في الافلام الصغيره اللي اتفرج على فيلم على الاي بي سي 2 او بلاش الافلام الهيت الطويله اللي هي 3 ساعات في افلام كده ايه بتبقى بتجيب اعلانات كده 5 دقايق ماشي الخمس دقايق دي كويس يعني ايه تشوف الملخص بتاع السم المفيد خلاصه طيب وان يوم سايت كم بالمية؟ كم بالمية؟ 3% وطبقا البخات رول كبيرة ولا صغيرة؟ احنا قلنا دي صغيرة لان دي سكويمس سيل دي كبيرة لان هي كلها ايه كيوبيكال سيل وعليها مايكروفلاي ماشي وفيها سنترال ايه راوندنج ايه نيوكليس تمام كده وفيها حاجة بنسميها لاميلار بوديز فيها اجسام مكونه من طبقتين ماشي والسيتوبلازم حجتها ايه زي ايه زي البانيو كده لما تغطس في البانيو كده تروح عند الاهل وانت بقالك ايه 3 شهور كده ايه في سكاكه وتروح جايب كل اساس الشاور وتحط ايه في البانيو تمام وتميل ايه رغاوي تمام وتروح ايه مديها ايه غطس والرغاوي ايه حوالين منك السيتوبلازم هنا بتبقى مليان ايه رغاوي بنسميه فومي سيتوبلازم فومي سيتوبلازم فومي سيتوبلازم وفي لاميلر بودي ده اسمه ايه يا شباب لاميلر بوديز تمام كده ماشي وفي اسموز اندوبلازم ريتيكولم راف اندوبلازم ريتيكولم ميتوكوندريا وجلشي والحكاوي دي تمام الخليه دي وظيفتها ايه تايب 2 نيوموسايت وظيفتها ان هي بتفرز سيرفاكتن بتطلع ايه سيرفاكتن عدى عليك الاسم ده فين قبل كده من الخليه اللي بتطلع سيرفاكتن الخلية اللي بتطلع سيرفاكتن اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ زائد تايب 2 نيوموسايت زائد تايب 2 نيوموسايت ماشي؟ طيب حلو الكلام نركن الكلام دوت كده ايه على جنب واجي اقول لك ايه فايدة دي؟ قال لك دي بتطلع سيرفاكتن بس موجودة بس عشان تطلع سيرفاكتن قال لك لا وليها وظيفة تاني ايه الوظيفة التانية؟ ان هي لو ماتت تجدد نفسها تكرر نفسها يحصل لها ميتوزس تمام من تشتغل ايه ستيم سيل ماشي وايه تاني بتعمل ايه تاني قال لك ان الخليه دي بتجدد نفسها وبتجدد التايب 1 نيوموسايت يعني الخليه دي ممكن تتحول الى دي تايب 1 نيوموسايت طيب التايب 1 نيوموسايت مش ممكن تجدد نفسها او يحصل لها ديفرنشيشن او ليه يعني لو اتكسرت او تطور نفسها ويحصل لها ميتوزس قال لك دي كانت ديفرنشيت يعني التايب 1 نيوموسايت دي كانت ديفرنشيت حلو الكلام انا احب اعمل كل شيء مختلف نربطه كده ايه في جدول نروح عاملين كده ايه جدول كده مع بعضينا ماشي ونكتب هنا تايب 1 تايب 1 اللي اسمها ايه سكويمس الفلر سيل او ليها اسم تاني اسمها نيوموسايت ودي تايب ايه تايب 2 كلموني علشان اعطيكم حلبسات وافكركم بالاختبارات ها الفولار سيل اسمها جريت جريت لان كبيره جريت الفولار اي سيل او تايب 2 نيوموسايت تايب 2 نيومو ها سايت اه دي كام بالمية دي كام بالمية دي دي فيو دي سمول في السايز دي لارج في السايز تمام دي شكلها كيف دي سكويمس سيل دي سكويمس سيل اقول له كده سكويمس سيل دي كيوبيكال سيل ماشي دي فلات نيوكليس فلات نيوكليس دي راوندد
سنترال عشان احمد ما يزعلش نيوكلس. ماشي كده تمام. دي فيها بينوسيتوتيك فيزيكال، دي ما فيهاش بينوسيتوتيك فيزيكال تمام. دي فيها لاميلر بودي، دي ما فيهاش لاميلر بوديز. ها ماشي. دي فيها ثومي سيتوبلازم، دي ما فيهاش ثومي سيتوبلازم. ماشي كده يا شباب تمام. طيب دي بتشتغل ايه؟ دي بتشتغل جهاز اكستشينج تمام. دي ما بتشتغلش اكستشينج. الفروقات دي مش موجوده في المحاضره، وانتم من خلال خبرتكم معايا تلاقينا لخبطك في سؤال في شورت اي سي، اقول لك ليست ان تيبل فورم ديفرنسز بتوين تايب 1 اند تايب 2 نيوموسايتو، واخدهم ولا مش واخدهم، مكتوبين في المحاضره ولا مش مكتوبين. مش شرط كل حاجه، مش احنا في ابتدائي كل كلمه نقولها يبقى مكتوبه في المحاضره صح. فدي ايه تخلي بالك منهم وتكتبهم. دي بتاعه الجاز اكستشينج، دي مش بتاعه الجاز اكستشينج. امال دي بتاعه ايه؟ بتاعه السيرفكتنت. دي بتطلع السيرفكتنت ماشي. بتطلع ايه تاني؟ بتشتغل السيم سيل. سيبك من الجوال يا عزيز وخليك معانا. بتشتغل السيم سيل. دي كان ديفرنشيت، دي ديفرنشيت، دي كانت ديفرنشيت. واضح؟ واضح واضح يا اخوانا. انتوا لي واضح كده السؤال ده؟ انا بتعامل مع رجال كبار. واضح 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 يا محمد. واضح. طب ايه هو اللي واضح؟ الجدول ده عباره عن ايه؟ اللي هما موجودين في الالفلاي ولا البرونكيول؟ الله ينور عليك، يبقى واضح فعلا. طيب تعال نرجع للبرونكيول تاني عشان محمد ما زعلش، وراح عاملين خط كده ونكتب لك حاجه هنا ايه؟ تايب 2 نيوموسايت. تايب 2 نيوموسايت الفرق ما بينها وما بين الكلارا سيل ماشي. ونروح ايه عاملين حلبسه كده بدل ما نمسح ونكتب تاني، نروح ماسحين دول، خلي دول وروح اكسبهم هنا ماشي. دي موجوده هنا في الالفولاي صحيح؟ دي موجوده وين؟ كلارا سيل موجوده وين؟ موجوده وين؟ موجوده وين يا نايف؟ موجوده في البرونكيول. الكلارا موجوده في البرونكيول بس. اي كلمه برونكيول نفسها تيرمينال ريسبيراتوري ايه برونكيول. دي موجوده بالالفولاي تمام. دي شكلها ايه؟ كيوبيكال سيلز. دي دوم شيبد، دوم شيب شكل الطبله صحيح. شكل الطبله مش انا قلت لك اكتشافاتها عالمه امريكيه. امريكيه احنا قلنا امريكيه المانيه تمام. ودي دوم شيب خلاص تمام. وفيها ايبيكال سموث اندوبلازم كريتيكولر. ايبيكال سموث اندوبلازم ريتيكولر صحيح؟ صحيح. تموت بص موت كده اهو، ما تنساش ان فيها ايبيكال سموث اندوبلازم كريتيكولر خلاص كده يا شباب. طيب هنا عليها كان ايه؟ مايكروفيلاي. هنا في مايكروفيلاي، هنا ايه؟ سيليا فري ما عليهاش مايكروفيلاي. الايبيكال سيرفيس فري ما عليهوش مايكروفيلاي ولا ايه ولا سيليا ماشي كده يا اخواني تمام. دي بتطلع سيرفكتن، دي بتطلع سيرفكتن. دي بتشتغل السيم سيل، دي بتشتغل السيم سيل. ايهما اكتر في التخصص يعني ايه؟ يعني دلوقتي تايب 1 نيوموسايت ماتت ماشي، كيف يحصل ايه ريجينريشن؟ ريجينريشن من وين الاول؟ من التايب. اول شيء يحصل من التايب 2. طيب لو كان كميه الايه الديس كتيره وعايزين ريجنريشن كتير، تبدا الكلارا سيل هي ايه اللي تعطينا ايه الريجنريشن. طيب لو كان في اكستنسيف دامج لللنج تمام، كيف يحصل ريجنريشن؟ ما يحصلش ريجنريشن ماشي كده يا شباب. واضح تمام كده؟ واضح خلاص. يعني في دامج للخليه ده ولا ما في ريجنريشن؟ لو اكستنسيف دامج ليه كل الايه الالفولاي، لو كميه الالفولاي، لو هنا الالفولاي دول كلهم كده ايه ماتوا تمام خلاص مش هجدده تاني. لكن مثلا 20% ماتوا تبدا نيوموسايت تجدده تمام. طب 50% مثلا منهم ماتوا تبدا الكلارا سيل تبدا ايه تشارك فيه ماشي تجدده خلاص كده يا اخواني. واضح واضح واضح. طيب سؤال سالتهولي ايه اخت طالبه عشان تعرفوا دول نايمين برضه وهم كانوا مركزين، قالت لي هي الكلارا سيل موجوده وين يا دكتور؟ موجوده في الالفولار داكت؟ موجوده في الالفولار ساك؟ لا. طب حلو، كيف توصل لل كيف ان هي بتجدد صحيح؟ اي بتوع المدارس المعلمين صحيح؟
قالك لما بيحصل دامج هنا اكيد بيحصل دامج في الالفولار داكت والالفولار ساك لحد الاسبيراتور برونكيول، وهي موجوده في الاسبيراتور برونكيول، فهتبدا تنقسم تديني الخلايا اللي في الاسبيراتور برونكيول وخلايا ايه فيما بعدها وكده، زي الاستراتا بالزي بتاعت السكن، ايه لما السكن بيموت تبدا تنقسم لحد الايه ما تديني خلايا كتيره والكرياتين اللي على السيرفس. واضح؟ تبدا تديني الخلايا كلها في المناطق دي لحد داخل ايه الالفولايت. واضح؟ زي الخلايا بتاعت السكن السراتم بيزالي هي اللي بتعطينا السراتم سبينوزا، هي اللي بتعطينا السراتم جرانيلوزا، هي اللي بتعطينا كل الطبقات دي. تمام؟ لو جيت انا دلوقتي جبت ايه شاي سخن ورحت فاتحه على عيني هو في كده ماشي، فكل السكن مات ما عدا السراتم ايه بيزالي. ماشي؟ طبعا انا معيش لسه شاي سخن ده، لا حد يقول عليه شاي سخن ويقول لك ده مسجلينه والدكتور جمال يقول لك ده عليه. الاستراتا المثالي تبدا تكون الطبقات كلها لحد ما توصل الى الكرياتين. واضح يا شباب؟ وضحت يا وائل؟ وضحت يا مشاهد؟ وضحت؟ تمام. وضحت يا نايف؟ عمر وضحت؟ احمد وضحت؟ مصطفى تمام كده. طيب يبقى احنا قلنا الفرق بين التايب 2 نيوموسايت والكلارا سيل، قلنا التايب 2 نيوموسايت موجوده في الالفولاي ولا اللنج؟ الالفولاي. الالفولاي ايه الكلارا سيل موجوده في الالفولاي ولا البرونكيول؟ برونكيول. تمام كده. قلنا التايب ايه 2 نيوموسايت شكلها كيف؟ كيوبيكال. ماشي. ايه الكلارا سيل شكلها كيف؟ دوم شيب. شكلها كيف؟ دوم شيب. دوم شيب. ماشي. الابيكال سيرفيس عليها ايه مايكرو فيلاي ولا ما لهاش؟ كلاره عليها سيه؟ عليها مايكرو كلاره عليها سيه؟ عليها مايكرو فيلاي؟ ايه التايب 2 نيوموسايت عليها سيه؟ عليها مايكرو فيلاي. ماشي. وفيها سنتر اراوند دي ايه نيوكليس. الكلاره سيل فيها ابيكال سموز انتو بلازم ايه ريتيكولا. ماشي. الاثنين بيطلعوا سيرفكتنت، الاثنين بيشتغلوا ايه ستيم سيل، وعرفنا الفرق ايه ما بين الاثنين. واضح يا شباب؟ وعرفنا الفرق ما بين التايب 1 والتايب 2 نيوموسايت. واضح؟ كم جدول خدناه اليوم؟ كم؟ اول واحد البرونكيول. تمام؟ ماشي. ثاني واحد التايب 1 والتايب 2. ثالث واحد ايه؟ التايب 2 والكلاره سيل. خلاص كده؟ تلويه مش موجودين في المحاضره، ما بكتبهمش في المحاضرات. خلاص؟ طيب نرجع تاني اقول لك، نرجع تاني اقول لك دي عنوان اغنيه المطرب يعني اسمه ايه عارفينه؟ لا مش عارفينه. مطرب اسمه سيد درويش. مطرب مصري راحل. يلا الله يرحمه برضه مش مشكله. اسمه السيد، لا السيد درويش، اسمه سيد مكاوي. سيد مكاوي. ارجع تاني اقول لك ايه؟ ريحني الله يخليك. طيب نرجع تاني اقول لك الانترستيشيوم، الانترستيشيوم اللي هي المنطقه الفاصله ما بين التو الفولاي، التو الفولاي. خلاص؟ ايه المنطقه دي عباره عن ايه؟ المنطقه دي بيحصل فيها ديسيز مهم انت بتسمع عنه، بيحصل يقول لك ايه؟ بيحصل انترستيشيوم فيبروسس للنج، صحيح؟ كيف يحصل انترستيشيوم فيبروسس؟ قال لك المنطقه دي عباره عن ايه؟ حد يقدر يقول لي كده من خلال فهمه لسياق الموضوع؟ ايه اللي تتوقع ايه يكون موجود ما بين الالفولاي تو الفولاي؟ المنطقه دي توقع يكون موجود ايه في الاستراكشر؟ فايبرستيشن. ها فايبرستيشن. ماشي. ايه تاني؟ الاستيك فايبر. الاستيك فايبر موجود عشان ايه؟ اللنج دي ايه بتتضخم كده، بتكبر بيه الهواء وبتفش، يحصل لها انفليشن وديفليشن وايه تنتفخ وتفش، ففي الاستيك فايبر تسمح بالديستنشن. تمام؟ وفي كولاجين فايبر. في الهيستولوجي طالما سمعت ان في الاستيك فايبر وفي كولاجين فايبر يبقى اوتوماتيك كل خليه في فايبر بلاست. امال منين هيجي الكولاجين فايبر والاستيك فايبر؟ من الفايبر بلاست، صحيح؟ الفايبر بلاست هي اللي بتكونه. الفايبر بلاست لما بيحصل لها ايه؟ بروليفريشن. تمام؟ بتتكاثر، تروح هي اللي تعطيني ايه؟ الكولاجين فايبر والاستيك فايبر، وبتزيد فيه الاماونت، فبيحصل انترستيشن ايه فايبروزس، يبدا المنطقه دي ايه تكبر. تمام؟ يبدا ايه السبيس دوت بدل ما كان ايه عايز سبيس جنب منه يحصل له ديسنشن من خلاله، فما يلاقيش السبيس دوت، فيبدا ايه الايه اللنج كاباسيتي او الالفلاي كاباسيتي ايه بتقل، فيحصل فيه ايه اللي هو الديسيز اللي انتوا بتاخدوه دوت اللي ايه اللي هي إيه مش عارف ايه الريستريكتيف ايه مش عارف ايه كده في الحاجات العجيبه اللي بتاخدوها في الميثولوجي. ماشي؟ تمام كده؟ ماشي. فبيحصل هنا ايه؟ في فايبروبلاست، عايزك تعرف هنا الانترستيشيوم او انتر الفولار سبيس، ايه الاستراكشر اوف انتر الفولار سبيس؟ في
فايبروبلاست، في كولاجين فايبر، في إلاستيك فايبر، تمام؟ وفي سيلز تاني كونكتيف تيشو سيلز. ايه هي الكونكتيف تيشو سيلز؟ في مص سيل، تمام؟ مش بيحصل ازمه، مش انت سيادتك في الازمه بتدي ايه حاجات مص سيل ستابلايزر؟ طب وين المص سيل موجوده؟ في الانتر الفولر ايه سبيس، موجوده هنا في الانتر الفولر سبيس مص سيل، وفي ايه بلازما سيل، وفي ماكروفاج، تمام؟ الماكروفاج دي احيانا بتاكل ايه الدست، دست بارتكل، فبنسميها دست بارتكل سيل، تمام؟ واحيانا ايه لما بيحصل فيه هارت فيلير في الايه اللنج بتبقى كونجستد، وهنا في بلاد كابيلرز على فكره، مش البلاد كابيلرز موجوده خارج الالفولاي، تمام؟ يعني الانتر الفولار سبيس دوت فيه ايه، تعال نكتبه احسن، في فايبروبلاست، يلا بتوع المدارس ملقوني، زائد بلاستيك فايبر، ها ماكروفاج، ماكروفاج، مص سيل، وبلازما سيل والكلام ده، بلاد كابيلرز، والبلاد كابيلرز دي اكتب كده كونتينوس قدامها عشان يبان ان انت ايه فاهم، خلاص كده؟ طيب احيانا الماكروفاج دي لما يحصل فيه هارت فيلير يحصل كونجستد للبلاد كابيلرز، مش بيحصل ايه لانك كونجيشن في الايه الهارت فيلير، مش انت خدت الهارت فيلير زمان ولا لسه ما خدتوش؟ بلوك اللي فات دوت اللي انت لسه النتيجه ظهرت ولا لسه؟ طيب ان شاء الله ربنا يوفقكم. بلاد كابيلرز بيحصل لها كونجستد فيطلع منها ايه بلاد، تمام؟ بلاد اي سيلز ار بي سيز، فالماكروفاج تاكل الار بي سيز دي فبنسميها هارت فيلير سيل، هارت فيلير اي سيل. او انت ايه في التراب بتاع السكاكه الحلو دوت الغبار، لاحظ كده وانت خارج من الكليه لاقي في وشك دي ايه لوكشك ايه عجاج كده، تراب كتير عجاج، ماشي؟ تروح واخد ايه شويه عجاج كده عامل لهم انهاليشن، تمام؟ داخلين في الرئتين، فتيجي الماكروفاج هنا ايه تاكلهم، فنسميها داست سيل، داست سيل، ماشي؟ وفي الماس سيل اللي انت ايه بتستخدمها في الفارمر، في الفارماكولوجي بتدي ايه ماس سيل ايه السبلايزر، تمام كده؟ ده موجودات في الانتر الفولر ايه سبيس، ماشي؟ طيب ناخد الالفولاي دي محاطه، او اللنج دي اللنج محاطه من الخارج بطبقه بنسميها ايه باللوره او غشاء، بنسميه ايه باللوره، البلوره دي تو لايرز، ماشي؟ لاير مغطيه اللنج من الخارج بنسميها فيسرال باللوره، ولاير مغطيه الشيست وول من الداخل بنسميها برايتال ايه باللوره، هما الاثنين فيري كلوز تو اتش اذر، يعني زي سبعيني كده، سبعيني كده في بينهم سبيس؟ لا في بينهم سبيس؟ هقول لك اه في سبيس، بس بنسميه بوتنشال سبيس، ان هما الاثنين مش لاصقين في بعض، تمام؟ لو جبت انت ميكروسكوب يعني الكتروني وعدسات وبتاع هتكتشف ان في سبيس بنسميه بوتنشال سبيس، زي كده التوب اللورا في ما بينهم بوتنشال سبيس، لازم يكون في سبيس دوت عشان هو اللي بيسمح بالاكسبانشن او ايه الانفليشن لللنج، وايه اللنج ايه يحصل لها ايه اكسبانشن وايه كولابس، تمام؟ طيب كيف نحافظ على السبيس دوت؟ قال لك في ماده بنسميها هيالورونيك اسيد موجوده داخل ايه البلوره، في ايه البلوره نفسها هي بتحافظ على ان التو لايرز ما يلزقوش في بعض. يا عم يا خالد صح ولا طب قول اللي انا قلته. انت لو وريتني فيسر اول برايتن وناس بقى تبعهم بس البوتنشال زمان وانا طالب كنت في ثانيه طب كده زيهم، كان معايا صديقي دلوقتي رئيس الجمعيه المصريه للطب الجريء، كان قاعد كان جميل فنام مشخر، كان عندنا محاضره اناتومي، الراجل يدينا محاضره اناتومي، فالراجل ايه قال لي صحيين، فاسمه شادي اصحى شادي اصحى شادي، الدكتور بيقول لك صحيين اصحى، صحي شويه راح نايم تاني، فجيت الدكتور بقى قال له اصحى سهران ليه؟ كنت سهران ليه امبارح امس؟ قال له كنت بذاكر، فطبعا الدكتور ممكن يسال فرق ما بينهم السبيس دوت فيه هيالو يورونيك اسيد، الهيالو يورونيك اسيد يمنع التو لايرز ان هم ايه يلزقوا بعض، يمنع التو لايرز ان هم ايه يلزقوا بعض، خلاص كده؟ طيب ايه ستراكشر حاجه البلوره؟ البلوره دي عباره عن ايه؟ الغشاء اللي انت بتشوفه على اللانك دوت عباره عن سمبل سكويمس ايبسيليم، سمبل سكويمس ايبسيليم كده، السكويمس ايبسيليم ليه خاصيه ايه غريبه هنا؟
كيف غريبة؟ قال لك عليه مايكروفيلاي ماشي، وفي مادة بنسميها بري كيراتين إيه فيلامنت. ماشي أسئلة يا شباب للإم إيه سكيو ماشي. بري كيراتين فيلامنت يبقى سيمبل سكوماس إبسيليا عليه مايكروفيلاي، في بري كيراتين فيلامنت وتحتها بيزمنت ممبرين حاجة الإيه الإبسيليم دوت. الإبسيليم دوت اسمه ميزوسيليم. أي إبسيليم بيسوي لايننج للبلورة للبروتونية للبريكارديوم بنسميه ميزوسيليم. ونفس الإبسيليم هو سيمبل سكوماس إبسيليم خلاص كده اسمه الدلع بتاعه إيه ميزوسيليم، زي سيمبل سكوماس إبسيليم الموجود في البلاد فيسلز بنسميه إنفوسيليم. واضح كده يا اخواني؟ واضح كده يا شباب؟ دوني واضح كده تبسطني ترضيني عشان افتكر الحاجات يعني اوري لكم ماشي. يبقى ده بيزمنت ميمبرين تحت ده ابسيليوم، تحت كده هتلاقي فيه كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو عباره عن كولاجين فايبر، هنا كولاجين فايبر ها والاستيك فايبر. الكولاجين فايبر دي والاستيك فايبر اللي هم موجودين في الفيسرال بالنوره هنا كده تمام، بيحصل لهم اكستنشن داخل اللنج عشان تقسم اللنج دي الى ايه؟ الى لوب تمام. انت تسمع ايه هتاخده ان شاء الله هتاخدوها في الاناتومي ان في لنج ايه لوبيوليشن على كل فرش الصبح. عمال يا اخويا كمان سلايد وسلايد وعمال يعمل كده ومين ما انا قلت ده ما شاء الله وانتوا عمالين مركزين قلت يمكن انا اللي مش فاهم. اللانج دي في لوبيوليشن ليه اللانج، في لانج ايه 2 لوبس وفي لانج ايه 3 لوبس خلاص كده يا شباب. فايه اللوبيوليشن دي جاي من الاكستنشن من البلوره الكولاجين فايبر والالاستيك ايه فايبر. الحمد لله الاسم نعمات التتم الصالحات. احنا كده ايه خلصنا ايه المحاضره، هعطيك كده ايه سمري كده ايه سريع. واحنا كده خلصنا المحاضره خلصنا الوقت، ناخد الغياب بس الاول. حد ما فهمش حاجه يا شباب؟